يمكن لينا عوض في شخصية ظريفة جدا، شخصية إنسانية عظيمة، رغم ان هو يعني زملكاوي لكن كلنا بنحبه وبنستنى تويتاته وبنستنى كرافتته الحمراء ونضارته الحمراء اللي طلع بيها وهو بيشجع الاهلي قدام سان داونز. قول كده مساء الخير. مساء الخير يا شباب. الو، ده عم صلاح. عم صلاح ازاي حضرتك؟ عفيفا لما الاهلي بيغلب. منورنا استاذ صلاح على قناه الاهلي، منور القيمه الكبيره والانسان المحب الظريف اللي يعني بيشع حب وبيشع وطنيه. الله يخليك ايمن بيه يا حبيبي. الله يخليك يا عمنا. تسلم لي يا عمنا. صادق واحد بقى اقول لك حاجه، من اقرب الناس الى قلبي. طبعا انا يعني اقول يمكن بقى دايما اقول الحسنات اللي ما قدرتش اديها لك الزقه، انك عرفتني على حازم ياسين. والحقيقه هو حازم كمان الدكتور حازم، يعني زي ما كنت عارف المثل اللي بيقول ايه، بالقلب للقلب رسول. صحيح. خلي بالك الرسول بقى اللي بين القلوب ده ملوش علاقه، القلب ده زملكاوي ولا اهلاوي؟ لا كلنا حبايب. كده هو ليه علاقه ان القلوب دي لذيذه وحلوه وطيبه. صحيح. فهو حتى ايه يعني تبعني تقريبا، هو مش عارف فاكر الواقعه دي، وانا قاعد مستني عشان اطمن على احمد الزقا ابني واخويا وحبيبي، وهو جه يعني قال انا بحبك وبتاع. طبعا تعبت رغم ان الموقف بقى صعب، وبعد كده بقى مريت انا بظروف صعبه وكنت بروح للدكتور حازم. الحقيقه يعني انا مهما قلت عنه لا، احنا بنحبه جدا. اهلاوي عسل انت، اهلاوي عسل ودمه خفيف، وانا يعني ايه اكبر دليل بقى على ان احنا ايه نعرف اهو نحفل ونهزر مع بعض من غير ما نضايق بعض. في دليل اهو، انا وحازم ياسين. وقبل كده على فكره يا ايمن بيه، اتفضل يا فندم. الشاعر الكبير جمال بخيت على الدكتور. ايوه طبعا. وحضرتك ده عملت مداخله كانت برضو من عملت له مداخله. ايوه. وجمال صديق عمري يعني. ايوه. اهو يعني احنا الاكبر. بس انا احنا كان لينا الشرف ان اول حلقه في برنامج الاهلي يحاور استضفنا عمنا ورائدنا الاعلامي الكبير الاستاذ فهمي عمر، وتعلمنا منه كتير. طبعا فهمي عمر يعني الف يعني اقول لك ربنا يديله الصحه يا رب، بارك في عمره. ده من اجمل الناس اللي الواحد عرفه في حياته. انا يعني قعدت على فتره طويله على تواصل مستمر بهذا الاستاذ الكبير، يعني هذا الرائد الاعلامي العظيم. صحيح. فهمي عمر. صحيح. انت حضرت فهمي عمر يا حازم؟ طب هو لسه كنت بقول للاستاذ ايمن قبل ما حضرتك تخش المداخله عم صلاح، انه زمان ما كانش عندنا غير ال 7:05 التعليق على مباريات الدوري العام، تسمع التعليق بتاع المباريات العامه على مباريات الدوري. هو كان استاذ فهمي عمر هو ده الحاجه الوحيده اللي كانت متاحه في الوقت ده، فيعني كان يشكل بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا، الناس توقف اشغالها او اللي يرجع يبقى جنب راديو عشان يسمع استاذ فهمي عمر. يا سلام يا سلام. وعلى اما كان بيقفل الحلقه وبيقول معاذ بالاماني للكره. ايوه. كان بطريقه رائعه. فهمي عمر من الناس اللي هم يعني ايه فهموا ناس كتير قوي الكوره، وحببوهم في الكوره بمنظور مختلف بقى، يعني بعيد عن التعصب، بمنظور فيه وعي وفيه لذاذه وفيه ثقافه كمان. دلوقتي لما حضرتك بتروح العياده للدكتور حازم يا عم صلاح، ما كده مش ممكن يخلي عينك حمراء كده يعني وتخليك تشوف العين تطلع العين؟ يعني مش ممكن كده يركب لك عدسات كده ما تشوفش اللون الابيض ده؟ وبعدين بيقول لك اصل في ميه بيضة، بيشيلوا الميه البيضة لكن بص انا تقريبا هروح له قريب. ايوه يعني لو في ميه بيضة او حاجه لا قدر الله، يعني لا قدر الله خطين حمر اكيد. واحد تحت ايد حازم بقى، خد بالك
واقعد اقول له ايه اهلي اهلي. انت حضرتك يعني بكل الاهلي حديد وانا ركبي حديد. الاهلي حديد وانا نظري حديد. حضرتك بكل الحب والجمال اللي احنا يعني سامعينه من حضرتك ده، شايف الوسط في ناس، يعني في ناس تجار كراهيه، تقول لهم ايه؟ ناس بيتجروا بالكراهيه كده، كان الدكتور حازم اتكلم عليهم في بدايه الحلقه. احنا قيمه كبيره زي حضرتك كده في المجتمع وليك مكانه انسانيه عند ناس كتير، تقول لهم ايه؟ اقول لهم مصر اهم، مصر اهم. يعني نشجع ونتعصب وكله ونحفل على بعضنا. ايوه نحفل على بعضنا بلذاذ بادب بدون تجاوز، لان التحفيل وصل لمرحله ان بقى يعمل مشاكل وبيزيد الاحتقار، وهي كوره اصلا يا ايمن يا اخويا مش ناقصه احتقار. يعني وفيها اكثر من اللي احنا فيه، ان احنا بنلعب من غير جمهور. يعني هنوصل لايه يعني؟ ايوه. وبعدين ما احنا بنشوف الكوره بره عامله ازاي، وبنشوف الجماهير بره عامله ازاي، واكيد بيحفلوا على بعض، واكيد متعصبين برضه كده. بس في وعي وفي شكل حلو نفسنا الشكل ده يرجع لمصر تاني. انا بص يعني لازم كل الاهلاويه والزملكاويه وكل المشجعين بتوع الانديه، يعني في انديه كتير فيها شعبيه برضه كبيره. يشجعوا بس بدون المبالغه في التعصب واللجوء للشتيمه والتطاول والحاجات دي. اولا انا بشكرك جدا جدا ان انت يعني جبت حد مداخله. عم صلاح ده انا بعشقه كلنا والله على المستوى الانساني وعلى مستوى التمثيل. ولو تشوف اجيال مختلفه وهي رايحه تحتفل بعيد ميلاده مش هتتخيل الراجل ده محبوب ازاي. طبعا اللي بيحبه ربه بيحب فيه عبده. صحيح. عم صلاح لا تتخيل كمية الجماهيرية، أنا مش بتكلم على الشعب العادي، أنا بتكلم على كل اللي بيقرب منه. يعني مغناطيس بيطلع من المشاعر من جواك ياخدها عنده، ما تفهمش إزاي، منتهى التلقائية، منتهى البساطة. وبعدين ما في مرة مثلا يحصل حاجة زي كده وأناوشه وأبعت له نكت على نتائج ماتشات أو حاجات زي كده. الضحك اللي هو بيضحكه والجمال اللي هو فيه، يعني والله انا بسعد، بحس ان انا زي ما اكون بكلم بابايا، زي ما اكون بكلم حد هو اللي ما تكبروش قوي كده بقى. ده مش فكره السن، مش فكره السن قد ما فكره المقام والتقارب النفسي والروحاني. وبعدين متصالح جدا مع نفسه، غير العظمه في التمثيل. يعني عارف السهل الممتنع لما يبقى عظيم في كل حاجة، يعمل أدوار شر فظيع، يعمل أدوار كوميدي فظيع، أدوار إنسانية فظيع. تقدر تنسى دور الشر بتاع الدالي؟ لا طبعا. مش ممكن، استحالة تقدر. والله دور شر لا يمكن. طب تقدر تنسى كمية الأدوار الكوميدية؟ ده انت لغاية دلوقتي تفتح المسرحيات بتاعت محمد صبحي تفطس على روحك من الضحك. حاجة مش ممكن. انا يعني بعشقه بصراحه، ربنا بعشقه. حبيبي يا حبيبي عم صلاح، كلنا بنعشقه وكلنا. والله يا حازم يا حازم يا دين، انا وشي يبقى لون فانيله الاهلي. يبقى لون فانيله الاهلي. طب احنا مستنيين حضرتك تيجي يوم بقى تشرفنا في قناه الاهلي بوشك الجميل بلون فانيله الاهلي، بلون فانيله الزمالك، بلون علم مصر، بكل حاجه. والله هيحصل يا ايمن بيه. تشرق على قناه الاهلي. محمد العدل. طبعا دكتور محمد. دكتور محمد كمان بيعشقك. كلمني. كلمني يا ايمن بيه. والله ومحمد العدل ده صديق عزيز جدا على قلبي. طبعا. جدا يعني. وبعدين قلت له ايه؟ طب بص يا محمد، انا لازم اطلع في قناه الزمالك، انا زملكاوي. ايوه. قناه الزمالك الاول وبعدين اطلع في قناه الاهلي. قال لي عيني العقل، انت عندك حق. ففعلا بامر اللي بس اطلع قناه الزمالك، انا اليومين دول ايه عشان عندي شويه ظروف وكده، وبعدين اطلع في قناه الاهلي. وعايز اقول لحازم ياسين، رغم الهني السامع اهلاوي اللي بجد فاق الحد، انا النهارده اهلاوي رغم انف اي حد. الله اكبر. دي الحقيقه، دي استطاره.
حتى اشوفه كرافطه والمنديل والنظاره. انا حاسس فيه يوم ما كان الاهلي بيلاعب صن داونز، الحمد لله صحيح كسب صن داونز ووصل للدور النصف النهائي اللي جاي كده. ايوه باذن الله ربنا باذن الله الاهلي والزمالك ويتقابلوا في النهائي يا رب. ان شاء الله يا رب، يا رب ان شاء الله التاريخ ان شاء الله. يا رب يا حبيبي، مش هنلاقي اجمل من كلمات حضرتك ومن مداخلتك علشان نختم بيها حلقتنا.